هذه حالة تساقط شعر عند النساء. واحدة من الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر عند النساء هو طريقة تصفيف الشعر، أو طريقة يعني زي ما بنقول الهير كات. فالسبب الرئيسي لأن هي المريضة لما نشوفها تسحب الشعر بتاعها للخلف، فهذه يقولوا لها تراكشنال هير لوس، يعني هذا يدير ضغط على الشعر، لأن الشعر ماشي عكس الاتجاه بتاع الطبيعي، الاتجاه بتاع الطبيعي يكون بالشكل هذا. فأي شخص لما يسحب الشعر بتاعه بالشكل هذا يكون عكس اتجاه الشعر. يعني تخيل أبسط مثال، كان عندك أنت شجرة أو نخلة وأنت تسحبها للجهة المقابلة فحتنكسر، فهذا هو السبب الرئيسي لتساقط الشعر. لو لاحظوا أن الشعر خفيف من الناحية هذه، الجهة هذه، ومن الجهة هذه أيضا. طبعا المريضة ما عندهاش أي أمراض، يعني تكيس مبايض أو أي شيء تاني، باش نقوله أنه هو السبب تساقط الشعر، ما عندهاش أي فقر دم. ولاحظوا هنا مدى خفيف جدا. فهي طبعا قالت أن هي طول عمرها تعمل شعرها بالطريقة هذه. أعلى نسبة تصلع مثلا عند الرجال نلقاها عند الرجال الأسبان، لأن هم يديروا في تسريحة الشعر اللي يقولوا لها البونيتيل، أو البنات في اللي بيقولوا لها الكودا، مش عارف إذا كانوا قاعدين يستعملوا فيها إلى حد الآن ولا تغيرت المصطلح أو التسريحة. بس فهذا هو السبب الرئيسي. فالبنات يعني بس يعني ينتبهوا لطريقة تصفيف الشعر، لأن الطريقة هذه بتسبب تساقط الشعر بكميات كبيرة. أوكي، شكرا.